شذرات رمضانية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. في رواية لمسلم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل، ويحتمل أن المراد إحياء الليل كله، لأنه يقول وأحيا ليله. في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشد المئزر. ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه. ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح.